هذا واختتمت اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض البحرين الدولي للدفاع بايدك 2019، والذي شهد مشاركة كبيرة من الخبراء والمسؤولين العسكريين، بالإضافة إلى مشاركات دولية هامة من قبل الشركات العارضة التي استعرضت أحدث التكنولوجيات العسكرية في مجال الصناعات الدفاعية المتطورة. معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع في نسخته الثانية يختتم فعالياته التي استمرت لمدة 3 أيام زاخرة بالمشاركات المميزة والتمارين الميدانية على أبرز ما توصلت له التكنولوجيا العسكرية. في البداية أنا أحب أن أشكر القيادة السياسية الله يحفظهم والقيادة العسكرية على معرض ومؤتمر الدفاع الذي يعقد كل سنتين، وهذه صراحة شيء مشرف لقوة دفاع البحرين أن يتم إنشاء هذا المعرض، والزوار تأتي من كل دولة في العالم، وهي مفخرة لقوة دفاع البحرين. وأتمنى من أخواني الضباط أن يساهمون في التكنولوجيا العسكرية، لأن هي أصبحت الآن هي الأساس في الحروب العسكرية. وأتمنى أيضا المشاركة في جائزة سمو الشيخ ناصر للإبداع العسكري، وهذه شيء ما هو غريب على منتسبو الدفاع، فهم جند حمد. شهدنا في هذا العام دخول مجال جديد وهو الصناعة الخليجية بشكل أكبر، وتحديدا صناعة مملكة البحرين تم تدشينها، وهذا شيء يحسب. شهدنا أيضا زيادة في عدد المشاركين والحضور، وهذه كلها ثوابت تؤكد مدى نجاح هذا المعرض في نسخته الثانية. أما لو تطرقنا على جانب المؤتمر، فتم اختيار عنوان لهذا المؤتمر هذا العام بعناية فائقة، وهي أثر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة على الحروب القادمة. جائزة ناصر بن حمد للابتكار العسكري جائزة تسعى إلى تحفيز الإبداع الفكري وتطوير مهارات منتسبي قوة دفاع البحرين البواسل وتنمية قدراتهم بما يتماشى مع استراتيجية ورؤية مملكة البحرين في جميع الميادين. إن جائزة سمو الشيخ ناصر للإبداع العسكري تحفز الإبداع الفكري وتطوير المهارات لمنتسبي قوة دفاع البحرين، وهذا النوع من التحفيز سوف ينعكس بالإيجاب على منتسبي قوة دفاع البحرين في شتى المجالات، سواء في المجالات العملياتية أو الإدارية والطبية. لذلك نشكر سمو الشيخ ناصر على هذه المبادرة، ونتمنى من منتسبي قوة دفاع البحرين الإبداع والتطوير في هذا المجال. المشاركات النوعية في هذا المعرض المتميز لم تقتصر على الشركات العارضة الدولية، بل أخذت المشاركات المحلية دورا هاما في أروقة هذا المعرض. طبعا مشاركاتنا تأتي من الدوافع التجارية الموجودة والفرص اللي موجودة في معرض الدفاع. هذه مو أول مشاركة لنا، كان لنا مشاركة أصغر في الدورة السابقة، وهالمرة طبعا ما تشوف مشاركتنا أكبر لأن بحكم المعرض أيضا صار أكبر. لمسنا فرصة حقيقية لمتخذي قرارات إصلاح السفن الحربية في هاي المعرض، وهذا يوفر علينا كثير من المصاريف، ان انت بدل ما تروح لهم في دولهم وزورهم سواء في المنطقة او ابعد، الجماعة كلهم موجودين تحت سقف واحد، وهذا شيء ممتاز جدا، يعني يوفر لنا واتاح لنا فرصة جدا ممتازة. ختام حافل لمؤتمر ومعرض هو الأبرز في الشرق الأوسط، استعرض بكل جدارة أحدث التقنيات العسكرية وشاركها مع 60 دولة حول العالم هنا في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019 يختتم فعالياته بعد أن أبهر زواره ومن قدم من مختلف دول العالم ليستعرض هنا أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في المجالات الدفاعية الثلاث: الجوية والبرية والبحرية كذلك. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.